بمناسبة الشهر الفضيل، أمن ولاية قسنطينة كان قام بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لأجل ضمان أمن المواطن وسلامته في نفسه وفي ممتلكاته، من خلال وضع تشكيلات أمنية عبر مختلف المحاور الكبرى للمدينة، وأيضا المدينة الجديدة التي يتم التركيز عليها من خلال القيام بعمليات شرطية عديدة. بن زموري مولي هشام ملزم أول الشرطة رئيس فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة. بمناسبة شهر رمضان المبارك، صدرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة برنامج خاص يهدف إلى تأمين المدينة الجديدة عدي من جديد. كي توصلنا المعلومة مباشرة نتوجهوا للمكان ونشهدوا الفعل هذاك في المات قبل وقوع الجريمة. هذا الشيء اللي خلانا نسيطر على نوعا ما على الجريمه في المدينه الجديده اللي من جديد. تنفيذا لتعليمات عنايه السيد اللواء المدير العام للامن الوطني وتعليمات السيد رئيس امن ولايه قسنطينه، تم تصدير برنامج امني خاص بمناسبه شهر رمضان المعظم، حيث تم تكثيف الاجراءات الامنيه والمداهمات ومحاربه الجريمه في كل مكان وفي كل نقطه على مستوى مدينه قسنطينه وبالخصوص مدينه علي من جديد. عملية المداهمة تكون دائما مبرمجة وبناء على معلومات مسبقة تتحصل عليها فرقة البحث والدخل بيري، سواء من طرف مواطنين متعاونين أو من طرف وسائط التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاص بالمديرية بأمن ولاية قسنطينة. بمناسبة شهر رمضان المعظم تم تصدير برنامج خاص بهذه المناسبة العظيمة، حيث تم تكثيف الدوريات وخاصة في الأماكن التي تشهد إقبال كثيف للمواطنين، دورية راجلة وراكبة من أجل محاربة الجريمة وتأمين المواطنين وممتلكاتهم. كما تم نشر القوات على مدينة على مختلف النقاط السوداء بمدينة علي منجري من أجل القضاء على الجريمة والحفاظ على سلامة المواطنين، والعملية متواصلة إلى غاية نهاية رمضان المعظم من أجل السيرورة الحسنة لمصالحي وكذا لمحاربة الجريمة.